صباح هذا اليوم تم انتشال جثة المتوفي عبد الحكيم محمد من قبل أبطال النجدة النهرية، هؤلاء الذين سعوا منذ اليوم الأول لكارثة العبارة لهذا اليوم. الجثة صراحة في حالة تفسخ، تم العثور عليها في ضفاف المياه القريبة من يارمجة، تم إبلاغ ذويهم والآن في طور استلام وتسليم الجثة إلى ذويهم. الرقم النهائي، الحصيلة النهائية لكارثة العبارة لحد هذه اليوم 130 شهيد. نحن الآن في كافة الاستعداد للبحث وانتشال ما تبقى من جثث أبنائنا الشهداء في نار دجلة. نعم، هناك بعض مفقودين لا يمكن التوصل إلى الحصيلة النهائية للمفقودين. تم عمل برنامج خاص وقاعدة بيانات لذوي المفقودين المطابقة مع الجثث التي تم انتشالها عن طريق الدي ان اي. نعم، هناك هيئة كاملة تأسست برئاسة القاضي عيسى واثنين من القضاة المحترفين في محافظة نينوى عن طريق مركز شرطة الفيصلية أو عن طريق مركز شرطة النصر. الشهيد عبد الحكيم محمد مواليد 98، كان يحمل كاسة الوثائق الثبوتية في جيبه، تم الحصول عليه من قبل النجدة النهرية.